معانا رانيا فريد شوقي. طبعا فريد شوقي كان بيحلم باليوم ده، كنت اتمنى ان فريد شوقي يكون موجود النهارده يشوف الحلم بيتحقق يعني النهارده. ف انا فاكره حضرت ايام ده عشانك، انا حضرت ايام المشكله بتاعت فاطمه رشدي. أيوة صح. وكانت يعني البدايه الغضب من الاسره الفنيه كلها، وتدخل فريد شوقي وكان الحلم. شايفه ويبكيتي كنتي برضو بتسمعي في البيت ده؟ لا لا دي حقيقه، هو ده كان بالنسبه له هدف ومطلب. يعني شوفي هو متوفي بقاله 24 سنه، وقبلها كمان بسنين كان بيطالب بده ونفسه يتحقق ده، بس الحمد لله يعني ربنا أراد إنه يتم الحمد لله. طبعا حدث أسعدنا كلنا، لأنه بجد مش كل الفنانين يا جماعة معهم فلوس، لازم. وحتى الفنانين اللي معاهم فلوس، بس أنا عايزة أقول إن في لحظة الدنيا بتتغير. يعني فاطمه رشدي دي كان معاها فلوس ونجمه. أيوة وكويسه. أيوة بس كله عشان بيروح. لا ما خلي بالك برضو فنانين زمان كان القدره الماديه غير حاليا، يعني وحتى القدره حاليا الفنانين الكبار اللي موجودين دلوقتي هيجي وقت فلوسهم دي مش هتساوي زي. انا عايزه اقوله برضو في النهايه، الناس دايما تقول لك هم الفنانين محتاجه، يا جماعه زي اي فئه في فوق سلم تدريجي كده صعود ونزول، في ناس معهاش، في ناس ما بتشتغلش، في ناس فقدت بيوتها، في ناس عندها مشاكل، وفي ناس ضحت باسرتها وان ما تعملش اسره واولاد وحياه عشان الفن والرساله الفنيه، ودلوقتي هم موجودين لوحدهم ما عندهمش عيله، ما عندهمش حد يهتم بيهم، ما عندهمش مصدر مالي، ما عندهمش مأوى، حاجات كتير قوي. فطبعا ده حدث مهم جدا، وبشكر كل النقابه يعني كل المجالس النقابيه اللي مرت، من استاذنا الكبير استاذ اشرف عبد الغفور ومدام سميحه ايوب وهشام سليم، سميحه طبعا وحاليا دكتور اشرف، وكل من ساهم، وطبعا اماره الشارقه وده مش جديد على الامارات خالص طبعا خالص، وابناء زايد يعني بالظبط كده دايما سباقين في الخير. وانا سعيده جدا، ويا رب يعني يبقى اول خطوه الحلم الجاي ايه؟ عايزين ايه تاني؟ بالظبط. كان يعني بيحلم بايه فريد شوقي للفن والفنانين؟ لا ده قصه بقى. لا ده عايزين كان احلامه ايه؟ عشان نحط احلامه يعني من ضمن يعني الحاجات اللي كان دايما بيقولها، دار عرض في كل حي. ان شاء الله 100 كرسي دار عرض. ليه بقى؟ دي من هنا تقدر تتحكمي في المادة، من مصر تعملي أفلام قليلة التكلفة، انت اللي بتروحي الحي، الناس مش لازم تتكفل بالمواصلات ثم مش عارفة ايه، هو عنده في الحي وتبقى التذكرة بمبلغ بسيط. دي من ضمن الحاجات، مش هكمل بقى عشان في حاجات يعني كتير. بنتكلم كل احلام وكل احلام الفنانين كبار واللي موجودين على الساحه واللي رحلوا احلامهم تتحقق لرساله فنيه مهمه. تجولتي بقى في المكان. جميل قوي يعني، اكتر حاجه لفتت نظرك كده؟ المكان مريح نفسيا يعني، وانت داخلاه كده طاقته حلوه زي ما بيقولوا يعني. واهم حاجه ان الناس تبقى موجوده في وسط ناس بيحبوهم، ناس تهتم بيهم. احنا برضو لما نحب نيجي نشوف زملائنا او الناس اللي محتاجانا نساعدهم، نبقى عارفين ده بيتهم. فده حاجه تسعدنا جدا يعني، ومش عارفه بجد، بس هو حدث مهم. نتمنى بقى الجاي احسن ان شاء الله. إن شاء كل سنه وانتم طيبين. انا شايفه بنبتدي سنه 23 بالخير، ودايما بدايه الخير بتجيب الخير، وانا شايفه وعندي تفاؤل كبير ان 23 هتبقى احلى سنه على مصر وعلى الفن المصري والثقافه الثقافه المصريه، ومش بس كده على المصريين كلهم في كل المجالات. احنا بس يعني ندعي ونقول يا رب، واكيد بيغير حال من حال. بشكرك جدا وسعيده بوجودك، وسعيده بوجود الفنانين اللي جم النهارده علشان يدعموا بيت الفن، البيت اللي هيجمع كل فنانين على كل مدار كل الاجيال. بشكرك جدا. شكرا يا حبيبي.